تعرف إمتى انطلق الدوري السعودي لأول مرة؟ طب العماني أو العراقي؟ طب اليمني ولا الموريتاني؟ كلها دوريات عربية بتشترك في حاجة واحدة بس، إنها انطلقت بعد دورة مركز شباب ميت رومي. قرية ميت رومي في مركز دكيرنس بمحافظة الدقهلية بوصلة كروية في الدلتا المصرية، لأن مركز شبابها بينظم دورة رمضانية سنوية من سنة 1975 ولحد دلوقتي. الدورة انطلقت في الأساس سنة 72، لكنها أخذت طابع تنظيمي أكبر من سنة 75 وقت انطلاقها رسميا. العظيم في الدورة هو استمراريتها، فتخيل ان الدوري المصري الممتاز ما كملش او ما تلعبش منه 5 مواسم من سنة 72، بينما دورة ميت رومي اتلعبت بانتظام كل سنة باستثناء 2011 و2020. المباريات بتتلعب يوميا خلال رمضان بعد العصر، وملعب القرية عرف مشاركة نجوم كتير في بدايتهم زي نادر السيد وياسر ريان وشوقي غريب وخالد عيد وشريف الخشاب وتامر بجاتو ووليد صلاح عبد اللطيف وياسر إبراهيم وحسام عرفات ووليد أصلان. الدورة شعبيتها كبيرة في دكيرنس لدرجة وجود راعي رسمي لمدة 20 سنة، هي مجموعة مصانع للملابس الجاهزة. We'll be right back.